مع الأدعية التي من السنة أن يذكرها المعتمر عند زيارة بيت الحرام عن الحرام الخضراء اللي هي الموازية للحجر الأسود حتى يبدأ مشوار طواف الشوط الأول من السعي، وبيذكر عندما يأتي إلى هناك: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، بسم الله الله أكبر. وطبعا بيرفع يده ويشير إلى الحجر الأسود، أنه يصعب عليه أن يذهب إلى الحجر ويقبل الحجر كما كان يفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويبدأ ويطوف السبع أطواف وأن يرمل في الثلاثة الأولى، ثم يمشي مشيته العادية في باقي الأطواف. طبعا ليس هناك ذكر مخصوص أثناء الطواف إلا في الركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر الأسود مباشرة. أما غير ذلك فيقرأ من القرآن، يسأل الله عز وجل من فضله، يدعو محض من الأدعية من الكتاب ومن السنة، أيضا أن يدعو له لنفسه ولأهله ومن الأقران. بعد ذلك، بعد أن ينتهي من الشوط السابع، يخرج ويصلي ركعتين. في الركعة الأولى يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. ثم يذهب بماء زمزم ويشرب منه حتى يتضلع، وأثناء ذلك يدعو الله عز وجل. يدعو الله عز وجل لأن هناك ورد حديث أن ماء زمزم لما شرب له، ثم بعد ذلك يتجه مباشرة إلى مكان السعي بين الصفا والمروة. وفي طريقه إلى الصفا يقول الآية التي ذكرت في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعد ذلك يبدأ في أن يتجه إلى القبلة ويقف على جبل الصفا ويذكر أن يدعو، ويبدأ دعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو ويكرر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو مرة أخرى ويختم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ينطلق إلى المروة، إلى جبل المروة، وأثناء ذلك أن يدعو ويذكر الله عز وجل. وبفضل الله عز وجل هناك سعة في الدعاء، في الذكر، في قراءة القرآن. المهم ألا ينطق لسانك إلا بذكر الله عز وجل حتى تنتهي من المروة. ولم يرد أن هناك سنة ركعتين بعد الحرام والمروة، فقط أن تنتهي من المروة تحمد الله عز وجل وتخرج إلى قص الشعر وتتحلل من العمرة.